السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا سهل وبسيط ومش هيكلفنا اي حاجة، يدوبك كل ما فيه البصلتين اللي انتم شايفينهم دولت اللي احنا هنحتاجهم من قلب بيتنا. الوصفة دي فعالة وجبارة وباذن الله هتنزل الدهون بطريقة كويسة جدا جدا عندك. دهون البطن طبعا احنا كلنا عارفين ان دهون البطن تبقى صعبة جدا في النزول، دايما بنعوز ان احنا نعمل نظام رجيم او نظام دايت بمعنى اصح، يعني بنعمل حاجات كتير زي الجلسات زي الحقن اللي هو بيبقى في البطن عشان يدوب الدهون. الحاجات دي كلها طبعا احنا هنعمل الوصفة بتاعتنا دي النهاردة هتغنينا عن الكلام ده. وصفتنا النهاردة طبعا بتشد الترهلات اللي هي بتبقى بعد الولادة القيصرية او الطبيعية، الحاجات دي كلها ده ان شاء الله، وهتدوب برضو معانا الدهون اللي هي بتبقى في منطقة البطن الصعبة اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي بتبقى صعبة او اللي هي يعني بتعوز ان هي يعني بتعوز نظام رجيم صعب او الحاجات ديت. فاحنا النهاردة هنعمل بوصفة بسيطة جدا هتدوب كل المشاكل ديت. خلي بالكم يا بنات الوصفه دي برضو الناس اللي هي عندها مشاكل في البطن زي الغازات انتفاخات الحاجات دي كلها، ده ان شاء الله الوصفه دي بتضيع كل المشاكل دي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل لايك للفيديو. عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، شيروه علشان ناس كتير تستفاد منه. يلا بينا نحضر الوصفه بتاعتنا، يلا بينا. مبدئيا كده يا بنات احنا هنعوز بصله زي اللي انتم شايفينها ديت. طيب هنعمل فيها ايه؟ اهي هنقشرها الاول بالشكل ده كده ونحاول نشيل القشر من عليها. ده كده بنات البصلة بعد ما قشرناها بقت بالشكل ده كده، طبعا لازم بتكون نظيفة ومغسولة تمام علشان الوصفة لما نعملها طبعا احنا نستعملها على طول. بعد كده بنعمل ايه؟ بنشيل كده اهو اهو، بنجيب المبشره وبتكون على الجهه الناعمه اللي انتم شايفينها ديت اللي هي بتبقى ضيقه شويه ديت. ده كده بنبشرها زي ما انتم شايفين على الجهه الناعمه زي ما انا قلت لكم، علشان انا عايزاها يعني عايزه البصل يبقى اكترته عصير. ده كده يا جماعه بعد ما اتبشر زي ما انتم شايفين هنبدا دلوقتي ان احنا نصفيه. ده اللي البصل كله اللي احنا بشرناه عند مصفى كده اهوت، هننزل كل العصاره. طبعا العصاره اللي هتنزل ديت ده اللي انا عايزاه. نحاول ان احنا ننزل كل ده، شايفين ده الميه اللي احنا بقى عايزينها، بس انا هنزل بقى كل الباقي الاول. الوصفه دي كويسه جدا يا جماعه، يا ريت كلكم تجربوها فعلا هتجيب معاك نتيجه كويسه جدا من اول اسبوع. طبعا في ناس كتير ما بتحبش ان هي تعمل نظام دايت او الحاجات ديت، فالوصفات بتبقى اسهل واسرع. ده كده خلاص احنا خلاص خدنا الكميه اللي احنا عايزينها. شايفين بقى يا بنات دي العصاره اللي احنا محتاجينها اللي هي دهيت اهي، ده عصاره البصل. لو انت عايزه تضعف الكميه ممكن تضعفيها عادي مفيش مشكله، بس الاحسن ان انت تعملي يعني ايه كل يوم بصلايه. ده كده بعد كده هنعمل ايه؟ معايا ليمونه زي ما انتم شايفين كده، الليمونه ديت انا دلوقتي هاخدها واشقها وهنعصرها على العصير بتاع البصل تمام. ننزل بس كل الحاجات اللي فيها ديت علشان ايه ميبقاش فيها بذر ولا حاجه. كده اهو هي فيها بس بذره كده بنشيلها الاول، البذره دي بنشيلها او ممكن تصفها في المصفى عادي عشان لو في بذر ولا حاجه تمام. يبقى انا كده عملت الوصفه بتاعتي، عصرت الليمون على عصير على عصير البصل اللي احنا عملناه. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ هقول لكم على حاجه كويسه جدا، انا دلوقتي معايا العسل تمام. العسل اللي ممكن احطه في قلب الوصفه دي كلها، بس انا مش حابه العسل يا جماعه، المفروض ان هو يتحط صابح بصابح
على الكوبايه اللي احنا هنشربها. هقول لكم الاول احنا هنستخدم الوصفه ديت ازاي. انا معايا كوبايه ميه دافيه، ده كده معايا كوبايه الميه الدافيه. هناخد منه معلقتين طبعا من اهو بالشكل ده كده. محدش يا جماعه يقول لا ده هتبقى ريحتها بصل ومش عارفه ايه، البصل مش بيعمل اي ريحه خالص، بل بالعكس بكويس جدا وبقى طعمه حلو قوي. تمام، خلي بالكم انا هوضح لكم حاجات كتير، بس تابعوا معايا الوصفه للاخر علشان ايه محدش يقول انت ما وضحتيش. انا هوضح لكم كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها، بس إيه؟ تابعوا معايا الوصفه اهو. ده كده معلقه العسل، تمام اهو، ده دلوقتي كده الكوبايه جهزت معايا. تمام، الكوبايه طعمها كويس جدا، ما فيش لها اي ريحه بصل خالص نهائي، علشان الناس اللي هي مفكره تقول اه لا ده بقنا هيبقى ريحه بصل الحاجات دي كلها، لا ده الكوبايه جهزت معايا. هقول لكم برده الكميه ديت هتستعملوها ازاي او هتخزنوها عندكم ازاي. الكميه دي يا جماعه لو انت عندك برطمان ازاز او علبه ازاز هتحطيها وبتغطيها في الازازه وبتعينيها في التلاجة، ممكن تقعد معاكي يومين ثلاثه اربع ايام تحطها في التلاجة كده وبتغطي عليها كويس. الناس اللي هتقولي طب ينفع نحط العسل على الوصفه كلها مره واحده؟ لا، العسل احسن حاجه ان انت تحطيه صباح على الكوبايه، كل ما بتيجي تستعملي الوصفه بتاعتك بتحط عليها معلقه عسل. طيب، وده زي ما قلت لكم بيتحط في علبه ازاز او اي مج ازاز ولا حاجه وبتعينيه عندك وبتغطيه في التلاجة وبتسيبيه تمام كده لغايه ما بتخلصي البصله او الكميه اللي انت عملتيها دي، هنحطها على جنب. طيب الكوبايه دي بتتاخد امتى يا جماعه؟ الكوبايه دي بتتاخد مرتين اتنين في اليوم، مره على الريق يعني قبل بتاكلي قبل ما بتشربي اي حاجه خالص بتكوني شاربه كوبايه زي ديت كده على الريق. تمام، قبل العشاء برده بنكون واخدين كوبايه زي ديت، يعني قبل ما تتعشي بنص ساعه وقبل ما بتفطري بنص ساعه بتكوني واخده كوبايه زي ديت. بالشكل ده هتدوب عندك الدهون تماما، هتنزل دهون الكرش، هتنزل كل الجوانب اللي انت بتشتكي دايما منها. على فكره يا جماعه البصل ده كويس جدا، البصل ده يعتبر مضاد سموم، يعني بينظف الجسم من السموم كلها نهائي، وكمان في حاجه فيه الياف كويسه جدا بيحسسك بالشبع. تمام، ده بالنسبه للتخسيس الكوبايه ديت. اما بالنسبه للانتفاخات او اي مشاكل في القولون ممكن بتاخديها مره واحده بس في اليوم، ده بتنظف القولون، بتنظف الجسم من السموم، بتقضي على الانتفاخات تماما او اي مشاكل في القولون. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا الوصفه علشان ناس كتير تستفاد من الوصفه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.